السلام عليكم أعزائي المتابعين قناة نوف القناص. مثل ما تشوفون اليوم احنا طالعين سفرة صيد الطبن والدراج وما شابه ذلك من الطيور البرية. اليوم احنا بمنطقة اخطر منطقة بالعالم اللي هي تتواجد بها الافعى السامة اللي هي ذات افعى قاتلة بالعالم، منطقة السيدة خيل. وان شاء الله اليوم تشوفونا اخويا وتشوفون اللقطات مالت الصيد، وان شاء الله شيء ينيل اعجابكم واحنا بخدمتكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك. هذا شوفوا اصبح هذا 20 ام مره دست انا منا لما انقطع منا لما نخلص ما ضل شيء بيه. رجاء ساعدونا حتى ما لان هالصبع ما اقدر افوت عزيز علي. تحياتي لكم جميعا. تحياتنا لكم عقيل حبيبي. عشت عشت يا باقي عشت. عشت الزبابة هذه شنو تطيح؟ طاحت هاي الثانية. قاسم راجع قاسم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هاي واحدة هاي الثانية. قاسم كل ليش قاسم اركض؟ ايش قد وقعان؟ أربعة؟ أربعة. شنو وين راحت؟ ها والله ما طاح. هنا 4 هنا ما عشت ايدك يلا اسحب ابو عقيل. هسه اللي يشوف هذا يقول زاجل. شنو هذا الطير؟ هذا طويرني. هذا الطير الازرق البري اللي هو نفس الحمام اللي واجد بالمكانات، يحط اكثر شيء بالمكانات واجد بالسايلوات بالمخازن مال الحنطه. هذا الطير الازرق نفس الحمام. صح يشبه الطير الازرق. حمام البر هذا يسمونه حمام بري. احسنت. اي حمام بري يعني يختلف عن ذاك الطمان يسمونه، اكو ذاك يسمونه حمام حسيني. هذا لا طويل من هذا يختلف. يلا هاي اول وحده منا وين راح ترميها؟ يلا تصدر هاي الميحه. دير باك وقف لا ترمي جام Thank you.
المذن يجي بعيد. المذن يجي بعيد. المذن يجي بعيد. لازم تشيل المشي الواحد يا ساتر. طب هنا احسنت احسنت باقي احسنت قاسم. ترجع ترمذي شري من البيت. هذا البيت مهجور. ارجع ارجع اوقف قاسم احمد. يلا عشت. يلا يلا عشت. وبعدين قاسم لحظة لنا يا رحيم. هذيك مجموعة ظهر مدنة كذا بغا واحد عشر. كفو كفو عقل عشيدة. سعبها قدامك. لا سعبها قدامك. لا ترمي هو هو قدامك ذاك. قدم قدم. إيه لا ترمي ذاك بعيد. إذا بعد متى ثلاثة هاي الرابعة. بس شنو بركة؟ ها يعني هسه شنو المسكين هذا؟ يعني طبنا واقفة طالع وراه شعده. ما متأذى غير؟ بس الجناح. بس الجناح هيعيش. وين ضربتها بركات؟ بركبتها مو؟ أنا زمت لي ركبتها شوية على صدرها. ذبحت ذبحها بسرعة. يا الله قاسم. آه سيدك. ما نقدر نقول القاضي ما يراد. يا عزاب. Thank you.
اي جاي. ها؟ بس لا انت مسلم سوي انت مسلم. احسنت. قاسم شرح صدرها. لا لا يحتاج. شبيها ايه؟ شو تريد؟ الملح والبصمه. هاك 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 بالبصمه يلا. قلب قلب البهارات مو تسوها قبل لا تسدها. فين حضر لنا الساعة شهور واحنا قدرنا الشيخ مصفي النار قاسم من انا ينشجخ ينشجخ خبطين قاسم شش خبطين شش خبطين يا والله ابو محمد والله عاش جيدك هذا الشوي هاي ريحته فليش هسه اي بالله اللي قلت يا ابو تمت والله فرها 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 لا تحترق فرها قاسم فرها 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 خلنا نشوف يا ويلي يا ويلي اي قاسم هيش 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 داريها ابو العبوك ها؟ لا خليه تحترق خليه تشي كل شويه فرها يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد هسه الدجاج تحمص وفول شوف والله لحظه لحظه بركات نقلب هذا بلوز ناخذ عالجمر شويه ما تلزق موسم جاي يا بركات والله اقلبها خليها على الخبزة اقلبها اقلبها خلي الزلاطة خلي اللبن خلي اللبن خلي الزلاطة بالنص لا مال حاتم الزلاطة يا خالد ذبانة ايش تمشي؟ ومن خلف الشاشة سهم المتابعين العافية يلا تفضل يا الله تعال هنا خل واحد نفل هنا يلا زوم زوم سلامات العافية يلا ابو عقيل ها هني موال بروح ابوك كون حزين حزين وين المسيء وين طيارة طيب موال ونسى مال ونسى مال ابويا ونسى مال
ليش عدب سيفك تجرد علي ايش عجب ولك ايش عجب ايش عجب سيف ماك تجرد علي وانسال وانسال وانا البج فاك جسم نحال ويلا ويا بجفاك يا نوف الخوي انا بجفاك جسم نحل وانسى مال ويا وانسى يا على ظلجلك صدر الشير اصعد بي اصعد ظلجلك ويا ظلجلك أسطر الشيب وانسى يال وانسى مال ويا وانسى لو تضل الغرغر روحي شهي يا بو يا بو يا يا بو يا ضيم قلبي ويا نسود في الكم ضيم قلبي مي والله ما أقدر أغني ما يطلع يلا باقيل ايه اسمح 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 لي قال الطبيب القوي قال الطبيب القوم حين جسد ويا هذا فتاكم ورب البيت مسحور وين 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 يحبني يحبني صديمي وين القى صدق ويوا ما دوم يا خي يا يضحك الشمات ويوا يا 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 وين القلح بن صديق بالمعروف ويواد اخلصت وقلال منها على الوطية يا وينو